هي سامش عارف ولد الحومة وكان كبر معنا من الصغر والسيد ظريف. غلط اللي وقع هو الوقت اللي دخل لهادشي ديال المقدمين. بالنسبة لي شيقول لك ما كانش خدام وهذيك كان خدام كان معاهم. ولد الناس يا اخي الا جيت نقول لك من اطيب خلق الله وكتبان من الفورمه ديالو بنادم ماشي باين عليه ديال العنف. بنادم ما يحكموش عليه فهمتيني ما يحكموش عليه حتى بنادم يعاشرو ويشوف عاد يحكموا عليه. والله يدير الله يصبر ميمته راه كيف يعقل ولد واحد وتبارك الله وكبراته وصبرات عليه وحضنات عليه حتى وصلاته وقرات ووصلاته فين وصلاته وفي اخر المطاف راه صعيب باش تفقس لهاد العوينه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم بنيس محمد فرحات تاجب بشارع القناصر بالرباط. قضية ديال السام هذا السام ابن الحي ديالي مربي بحال ولدي ماشي كتجيني الغيره حيت مربي ولا كبر معايا ولا هادي كتجيني الغيره كي كنقولوا حنا كواحد الانسان اللي عشت معاه وكنعرفو انسان بيان ديك كي كنقولوا حنا متثقف واعي الى يسون باك في هادي واحد 4 سنين ولا 50 باش خدا الباك ديالو بموسيون انسان ماشي شي واحد هادي. والغلط اللي وقع هو الوقت اللي دخل لهادشي ديال المقدمين وفي الديبي ديال هادشي ديال كوفيد 19 كانت جميع المقدمين وهادي كانوا كيسدوا الحوانات هادي وكانت واحد الصرامه بين القايد والمقدمين على الناس باش يسدوا في واحد التوقيت مالي الخضره ما يبيعوش وهادي دخل في هاد الموجه ديال العنف من نهار اللي حط الخطوه الاولى في المهنه ديالو دخل في هذا الشيء ديال العنف بقى غادي في هذه الامور كيخرجوهم دابا هاد الدار غادي تريب حيدوا لنا ديروا فعلوا تركوا خصهم يسدوا الناس مع الثمانيه كيديروا كيدوزوا هما والقايد والباشا والشيخ كيدوروا بين الزناقي كيرهبوا بحال هكا وداك الشيء هذاك بقات هذه الامور غاده بحال هكا حتى وقعت الواقعه والواقعه راه وقعت قدام المسؤولين راه قبل منا راه ماشي هاد الواقعة اللي وقعت وقعوا واقعات وكانت تهديدات من طرف هاد الأعوان وهادو ولكن كانت كتدوز ممر الكرام. الواقعة اللي وقعت دابا هي الرأي العام وهاد الجالينات وداك الشيء هذاك هي اللي جعلت هاد الوليد يجرى له هاد المشكل هذا ويتعتقل وكنطلبوا من الله والمسؤولين يعطفوا عليه. وهاد الشيء راه ماشي عندنا حنا غير في الرباط هادشي راه جاري في جميع المدن اعوان السلطه الوقت اللي بدا هادشي ديال كوفيد 19 الاعوان ديال السلطه والمسؤولين راه كانوا تياخذوا الاجراءات الصارمه لا من ناحيه مالي الحوانت اللي كيسدوا له الصيمانه كيلقاو حالي بربع ساعه كيسدوا له الصيمانه 15 يوم كلها واش باش كي هادي كاين اللي كيدي له سلعته كاين اللي كيدي له الخضره اي حاجه كتمشي. هاد الناس هادو الدراري اللي دخلوا بحال دي ساجير في هاد لا فونكسيون هادي الوقت اللي دخلوا لقاو هاد الامور غاده بحال هكا لا لا ناهي ما خداو ما داروا سوفهم بدا تيستاج ما داروا حتى شي حاجه وكنطلبوا من الله وهاد الشهر المبارك المسعود وسيدنا يعطف حتى هو والناس الكبار تعطف النيابه العامه تعطف اي واحد عنده هاد الملف في يده يعطف. ولد الناس يا اخي الا جيت نقول لك من اطيب خلق الله وكتبان من الفورمه ديالو بنادم ماشي باين عليه ديال العنف والدري مبخبخ كبر بالفتوش مع ميمته ولد واحد اللي عندها وكبر مع ميمته داك الشيء هذاك مفشفش وكبر زعما مفشش بزاف ما عندوش مع المضاربه ما عندوش مع ديال الدي ديال الناس ما عنده صوابغ ما هادي خدا الباك ديالو في العام الاول والبروميير سيسيون خدا الباك ديالو هو والولد ديالي ضربوه في دقه واحده زعما هنا كيبان لك واش هذا الولد هذا خايب. الولد انسان كان غادي في واحد الطريق زوينه جات هذه الخدمه هذه فرحنا له وداك الشيء هذاك حتى وقعت هذه الواقعه كنتاسفوا كنطلبوا الله يحنوا هذ الناس. الام ديالو يا اخي انا اش غادي نقول لك راه يد وحده ما كتصفقش الام ديالو الله يصبرها والله يحن عليها والله يسهل عليها وكنطلبوا الناس فهاد الشهر المبارك مسعود تعطف الناس اللي في يدهم هذا الملف هذا يعطفوا على الام ديالو راه هو العوينه اللي عندها هو اللي كنت كتمنى فيه الخير هو القود هو اللي عندها وهو اللي كان غادي يهزها شي شويه ويحن منها وهادي انت كتشوف هادشي اللي وقع له حنا كنطلبوا الله والمسؤولين يحنوا من هاد الوليد هذا والله يدير الله يصبر ميمته راه كيف يعقل ولد واحد وتبارك الله وكبراته وصبرات عليه وحضنات عليه حتى
وصلاتو قرات ووصلاتو فين وصلاتو، وفي اخر المطاف راه صعيب باش تفقس لي هاد العوينه هادي. كنطلبوا الله العلي يدير شي حاجه خايبه وصافي، ونسمعوا عليه كلام الخير ان شاء الله. الراي العام اش غادي نقول لكم؟ الناس راه كاع اللي كومونطاو وهاد البلبله اللي ناضت، الناس راه ما كتفهمش شكون هو هاد الولد هذا، والناس ما كيعرفوش الحقائق المزيانه. اللي غادي يكومونتي على شي حاجه هو يشوف شنو هي الوقت اللي دخلوا هاد الاعوان، اش من تاريخ دخلوا هاد الاعوان بعدا؟ دخلوا في ايامات الكوفيد، بدات الكوفيد، الوقت اللي دخلت ايامات الكوفيد دخلوا الناس ما داروا لهم لا ستاج لا والو، ودخلوهم وطلقوهم في الميدان بحال هكا، وكانوا هما كيقولوا لهم قسموا لي الحوان تيسدوه في واحد التوقيت، خص هادي خص هادي. كيف يعقل؟ اش كتنتظر منه دابا سالات؟ حنا باقي ما سالناش من كوفيد، وباقي هادشي دابا هما دابا باقي الان الى يومنا هذا كتوصل لواحد الوقيته الحوان خصهم يطرقوا داكشي هذا. كيبان لك ها واحد الجروب دايز فيه الباش الشيخ، فيه المقدمين، فيه الاعوان هادو المتمرنين داكشي هذاك، وباقي هادي اللي غادي كومونتي واللي بغى يهضر خصو يبازي على شي حاجه باش يهضر. هو غلط وقع، هو الغلط ضربوا له هذيك، طلبنا من السيد السماحه وصيفطنا له الناس للدار البيضاء وسمح وداك الشيء هذاك. حنا اللي كنطلبوا من الله اللي بغى يكومونتي يحسب هذا الوليد ولده، ارتكب واحد الخطا ما يمكنناش نقطعوا له يده، يمكننا نصلحوه، هو عنده مستقبل، الدري باقي صغير ما مجوج ما والو، باقي عنده نتمنى له الخير لقدام، يمكننا ندعمو يعني يمكننا نعاقبو واحد العقوبه سهله، ولكن باش نديروا عليه هذه البلبله وهذه الضجه هذه. راه هو ما قاتل، ما دار شي جريمه شنعاء ما والو، مظاهره كانسان ستاجا زعما. حنا كنطلبوا الله يهمد القلوب، حنا كنطلبوا الله والمعني بالامر. هذاك السيد اللي تضرب وداك الشيء هذاك مشاو عندو الناس طلبوه في الدار البيضاء، وقال لهم انا الله يسامحه وما عندي لي ميساج، ها هما عندي دابا في الواتساب تيبطوا من الدار البيضاء الناس اللي مشاو لعندو وسمح. وكيف يعقل ان الراي العام باقي كيكومونتي وخرجوا لي كاريكاتير والناس كتهضر؟ دير هذاك الوليد واحد من ولاده ما يبقاش فيهم الحال، وراه حنا حنا اي واحد كيف ما كان وتيبقى فينا الحال براني، ماشي الا الولد ولد حومتنا هو اللي عند امه، راه عيب وعار. وكنطلبوا الله 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 حتى دوك الناس الله يسامح عليهم اللي كومونطا واللي هضر واللي قال شي حاجه الله يغفر له، وراه الدنيا راه ما دايماش. وهو بالنسبه انا صيت الفيديو ديالو طايح في الشارع كيبوطوا فيه في ذاك النهار بكبوط بيض، بغيت نصيفط لكم الفيديو وما عندنا، طايح في الشارع تياكل العصا من عندهم هما، من عند الاساتذه، حاشاك الدار ديالو كله عريان. والفيديو هو عندنا الحجاج، هما عندنا الحجاج، هو تياكل العصا طايح فوس عباد الله، وحنا ما هضرناش، هذوك ما عرفوش يلوحوا ذاك الفيديو، واخا راه مليو راه اي واحد يمكن له يدخل يشوفه، راه لابس تريكو بيض وطايحين كيضربوا فيه. حنا هاد الناس ما عيباتش على بحال هكا، عيبات علاش ضرب هذاك بالناس وشير على الراجل الاخر بنص، هادشي علاش عيبوا. وكنطلبوا الله الله يسامح للجميع والله يغفر للجميع، وكنطلبوا الله ومن سيدنا ومن النيابه العامه ومن المسؤولين اللي في يدهم هذا الملف يرفقوا عليه في هذا الشهر المبارك مسعود، والله يسهل على الجميع. ودابا تنطلبوا حنا دابا كنطلبوا من هاد الناس تزهير، تهز واحد العوينه هي لامه، هو الوحيد اللي كان عنده، هو اللي كانت واحد الامنيه كانت كتمنى ولدها هادي، هما دابا نكدوها في هذا الولد، ماشي حرام، وراه اي واحد يحط يده على كبدته حتى هو ويحس. ولا عنده باه، هو باه مفارق مع الام ديالهم منذ الصغار، والوليد كبر في واحد الحضن وغزال، ولد غزال اصاحبي، وفي الصوره يبان لك بنادم، ماشي شي واحد باسل، شي واحد ميسكلي، شي واحد ديال العصا ولا كيدابز، ما عمره كان كيدابز، ما عمره. والسيد درويش من اطيب خلق الله، ونطلبوا الله الناس تعطف عليه والله يغفر له والله يسامح الجميع. هي سام شرف ولد الحومه وكان كبر معنا من الصغر، والسيد ظريف ما تنصورش منه زعما، اي الواقع راه شي وقع فهمتيني، راه داكشي كامل، ولكن داكشي كامل اللي تيقولوا عليه راه ما كاينش، ديك مجرم وداكشي راه ما كاينش داكشي. تربى معنا من الصغر كان بحال خويا، هو راه ساكن على دارنا من ليه، وصافي هادشي اللي كاين، داكشي اللي تيدير. وبالنسبه لي تيقول لك ما كانش خدام، وهادي كان خدام، كان معاهم عاطينو موطور، ما خدامش ما عطاوش موطور ديال الدوله. وباش عرفتي في الفيديو اللي بان راه ملي تيضرب المواطن الاستاذ راه كان حدا القايد، وكان شي حاجه راه غادي يقبطوا القايد ولا شي حاجه، المهم تنعرفوا عليه انه كان خدام، حيت شحال واحد تيخرج انه كان ما كانش خدام، كان خدام السيد، حنا شاهد شهاده لله. وسامر اخونا والله الله يشوف، ما معلومش عرض على شي نهار له، حتى هو من الاساسيده وكاينين فيديوهات راه ما عرفتش فين هما الفيديوهات، خصهم يبانوا حتى هو فهمتينا، ما يجيش حتى هو اي بنادم خصهم يوقفوا، تي اش غادي نقول لك اخي، راه بنادم ما يحكموش عليه.
فهمتيني ما يحكموش عليه، حتى بنادم يعاشرو ويشوف عادي يحكموا عليه، ماشي حاجه اخرى ما كايناش في هذا الشيء. واخا يبلا يشوف من حاله هذا الشيء اللي نقول لك.